مركز تعليم المياه بالحيز هو عملية إبداع جماعية بمنهجية لفهم واستدامة البيئة من خلال مستوياتها الست: البيئة الطبيعية، البيئة الاجتماعية، البيئة الاقتصادية، البيئة التنظيمية والسياسية، البيئة الثقافية، والبيئة المشيدة اللي بنمارسها وندعو لتطبيقها وتفعيلها. اختبرنا مخرجها للحصول على التنوع في إطار الوحدة فنياً ومجتمعياً في مناخ تعاوني وتشاركي بيقود حماس المنافسة لتوسيع قاعدة الإحساس بالملكية للعملية ككل ونتاجها البنائي بتمكين المجتمع المحلي ومركز بحوث البيئة المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من تحقيق حلمهم ومبادرتهم مركز الحيز التعليمي المياه.